على ما أعتقد عندنا قرابة الخمس أعمدة رئيسية الحكومة لازم تركز عليهم. أولهم استقرار الاقتصاد الكلي، ومش اللي قصدت به أنا أن السياسة المالية تكون تمام، الإرشاد في الإنفاق اللي حكينا عليه من قبل، وكذلك أن المصارف تشتغل بالطريقة المثلى. ثاني عمود واللي هو عمود مهم جدا هو التحسين في الخدمات. الشعب محتاج أن الخدمات يتحسن، يعني الوضع بتاع الخدمات في البلاد ضعيف جدا. يعني نقدر نحكي على الكهرباء، نقدر نحكي على التعليم، نقدر نحكي على الصحة، لازم الناس يحسوا أن الخدمات يتحسن. ثالث عمود هو استقرار سياسي، وهذا طبعا مش وظيفة الحكومة فقط، بس الحكومة هنا ممكن تلعب دور اللي هي الميسر، أن هي تتعامل مع جميع أجسام اللي موجودة حاليا في ليبيا، أن تحاول توصل البلاد لاستقرار سياسي ولو الحد الأدنى من استقرار سياسي للانتخابات نهاية السنة. والرابع هي تنفيذ مشاريع وطنية، واللي هي كيف معك حكينا عليها، التخطيط العمراني، وكذلك سياسات حماية اجتماعية، وكذلك حملة تطعيم كورونا، هذا يعتبر مشروع وطني. والخامسة والأخيرة هي استقرار الوضع الأمني، واللي هي كذلك بالتعاون مع جهات الأخرى، منها المجلس الرئاسي، منها البرلمان. فالحكومة لها دور، أنها تلعب دور ميسر، محتاجة جميع الأجسام هذين أن يتعاون معها، فمحتاجة ذكاء سياسي أن تجيب الجميع في صفها باش يمشوا يوصلوا النقاط. فباختصار، استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين الخدمات، الاستقرار السياسي، تنفيذ مشاريع وطنية، والأخيرة استقرار الوضع الأمني.